السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنحكي النهارده عن حيوانات وطيور في القرآن. هنحكي عن قصة هدهد سليمان. هدهد سليمان، الهدهد الذي تشرف بخدمة سيدنا سليمان عليه السلام، فهو دليل العثور على مكان الماء، فإنه كان دليل للعثور على مكان وجود الماء. ده الهدهد. عندما كان يمر معه على أرض قاحلة لا زرع فيها ولا ماء، يطلب منه سيدنا سليمان عليه السلام أن يخبره على مكان الماء، ثم يأمر الجان فيحفرون لاستخراج الماء. تمام، ده هدهد سيدنا سليمان عليه السلام. إنه يتحدث مع سيدنا سليمان، فكان عليه السلام يعرف لغة الطير. من ضمن معجزات سيدنا سليمان عليه السلام إنه كان بيعرف لغة الطير والحيوانات. تمام، وهذه كانت إحدى النعم التي أنعم الله عليها بها، اللي أنعم ربنا سبحانه وتعالى بها على سيدنا سليمان. وبدأت القصة عندما شعر سيدنا سليمان بغياب الهدهد، وبدأ يتوعده بالعقاب إذا لم يأتيه بعذر مقبول. لو الهدهد رجع من غير عذر مقبول، سيدنا سليمان عليه السلام توعد لي بالعقاب. تمام، إذا لم يأتيه بعذر مقبول. فشعر الهدهد بالخوف، ولكن استجمع شجاعته وذهب إلى سيدنا سليمان وأخبره بأنه جاءه بخبر صادق أمين، خبر مهم جدا. وقال له الهدهد: لقد وجدت امرأة تقود جيشا كبيرا بأرض مأرب باليمن، ولها عرش عظيم مرصع بالجواهر. الهدهد رجع قال له: أنا شفت، أنا جاي لك بخبر صادق وخبر أمين. أنا شفت امرأة عندها جيش كبير جدا وعندها عرش عظيم مرصع بالجواهر. بعد كده قال سيدنا سليمان عليه السلام: سوف ننظر فيما تقول ونتأكد من اللي انت قلته ده، لو كنت من الصادقين ام من الكاذبين. وبعد ان تبين من صدق الهدهد وصدق الخبر اللي جاء بها، قال ان هو لازم يدعوهم الى الايمان بالله وحده لا شريك له. وكتب سليمان عليه السلام رسالة الى ملكة سبأ يدعوها الى الايمان بالله، وارسلت الملكة اليه بهدايا ثمينة، وقام سليمان برد الهدايا ودعاها وقومها الى الاسلام. يعني مش محتاج هدايا، ربنا سبحانه وتعالى مديله ملك، يعني مش لحد قبله ولا بعده. وقامت بلقيس بزيارة سيدنا سليمان عليه السلام الذي أمر بأن يأتوا بعرشها الجميل. انبهرت بلقيس مما رأت من عظمة ملكه وأيقنت أنه نبي الله، ودخلت هي وقومها في الإسلام. دي قصة هدهد سليمان. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة. مع السلامة.